من جبل الزيتون في مدينة أورشليم القدس القديمة. أريد أن أتحدث عن قول المسيح: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. تعرفوا المثل المعروف قديماً: كل الطرق بتأدي إلى روما، لأنه روما كانت مشهورة في الطرق القديمة. فالطريق القديم فيا مارس اللي بيربط أرض ما بين النهرين لمصر، أو طريق وادي الملوك، أو طريق فيا أغناطيا اللي بيربط روما مع بيزنطيوم اللي هي تركيا، بمر في أوروبا وآسيا الصغرى، أو طريق الأبيان في روما، وهكذا طرق كثيرة كلها بتأدي إلى روما. واليوم القول المعروف إنه كل الديانات بتوصلنا على السماء بطريقتها. لا يا صديقي، أنا متأسف جدا، الله ما عندوش محاباة، الله ما عندوش طريقين، فقط طريق واحد. قال يسوع: أنا هو الطريق الوحيد، الطريق للآب، الطريق للسماء، الطريق للحياة، الطريق للخلاص.